الفكره جات لي من بسبب يعني ان الفسيخ او الاسماك المبلحه في مصر عامه ما بتتقدمش بالجوده المطلوبه او المتعارف عليها، فحبينا نطور من شكل الفسيخ والاسماك المبلحه في مصر. والله احنا ضفنا الخام الذهب بعيار 24 لمنتجات الاسماك المملحه عموما او للفسيخ خصوصا، ده علشان نعلي قيمه الاسماك المملحه او نعلي قيمه الفسيخ في مصر. انا عمري ما جربت فسيخ قبل كده، جماعه صحابي نصحوني ان اجي هنا واجربه، بس انا ما بحبش الفسيخ عشان فيه زفاره وما بقاش ما بعرفش اقشره، بس جيت هنا لقيته بالبرجر نفس سندوتش البرجر العاديه، بصراحه تحفه وطعمه جميل.